مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كيف نحمص فستق السوداني. عنا فول وعنا ملعقة صغيرة ملح وعصير حامضة صغيرة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. وبحط الملح، برش الملح بهيدا الشكل، خلطهم مع بعض. هلا بحطهم بالفرن حامي مسبقا على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هذا الفستق أخذ تحميص بالفرن حوالي 10 دقايق، هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة. هذا الفستق بس برد منيح، لنشوف كيف طلع مع بعض. شفتوا كيف؟ هيدا الشكل النهائي. هذا الفستق السوداني اللي حمصته أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.